يا باشا سعادتك تؤمر. سعادتك بس ابعتولي في الجيم هنا لمدة أسبوعين، وأنا هرجعهولك بطل العالم في كمال الأجسام. مش هتعرفه سعادتك خالص. الله يخليك. على فكرة يا باشا، أنا ما بقبلش عندي أي حد في الجيم، كل اللي عندي ولاد ناس كبار، ناس باشوات زي حضرتك يعني. الله يخليك يا باشا، مع السلامة. ايه تهاني في ايه؟ كنت عايز سلفة رؤوفية. سلفة؟ يا ابني انت لسه واخد الراتب بتاعك مالكش 3 4 ايام، لحقت صرفته؟ ايوه دول 800 جنيه، 800 جنيه هيعملوا ايه؟ انا باكل لحمة بس في الشهر ب 1000 جنيه. وتاكل لحمة ليه؟ ما الناس كلها مقاطعة اللحمة، ايه؟ ما بتقراش جرايد؟ ما بتشوفش التلفزيون؟ مع احترامي لحضرتك، الدنيا كلها تقطع اللحمة الا انا، انا لو عملت كده هبوظ اللي بقالي سنين بعمله وجسمي هيروح. وانت تاكل لحمة غالية و90 جنيه ليه؟ ما في لحمة صومالي ولحمه اثيوبي، وفي لحمه كمان مجمده ورخيصه جدا وكويسه. ان شاء الله تكون لحمه حمير. هو انا اعترضت يا رؤوف بيه؟ اسمع تهامي، انت تكيف حالك على الراتب اللي بتاخده وتمشي امورك على كده، بعدين انا هحل لك مشكله اللحمه ازاي اذا كانت الدوله نفسها مش عارفه تحل مشكله اللحمه. احلها لك انا؟ تهامي ارجع لشغلك، انا مش فاضي. انت بتعيطي ليه دلوقتي بس يا نوسه؟ ما انت كمان بتعيط اهو. لا، هو في راجل بيعيط؟ بعدين انا عايزك تجمدي، برودة اسود قد الدنيا وبتعيط ازاي؟ انا مش قادره اتصور ان انا عايش من غيرك يا حبيبي. اهو نسيبنا بقى يا نوسه، هنعمل ايه؟ ابوك وامك عندهم حق، اذا انا مش قادره اكفي نفسي هكفيك انت ازاي؟ وهفتح بيت منين؟ بص يا حبيبي، انا مستعده استحمل اي حاجه، هسيب الدنيا كلها علشانك، بس ما تسيبنيش يا تهامي. حتى دي كمان يا نوسه ما نقدرش نعملها. ابوك وامك ما عملوش حاجه وحشه معايا، انا اللي قصرت. صحيح غصب عني، انما هما ذنبهم ايه؟ اهلك عايزين يطمنوا عليك يا نوسه، وده حقه. يا تهامي انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت عايز تسيبني بعد كل ده؟ انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ حتى الدبة يا نوسة كنت انت اللي جايباها على حسابك. انا مستاهلكيش، انا انسان فاشل. ناجي باشا، ناجي باشا. عايزك يا توهان. والمصحف ما مصدق عليا يا باشا، مش مصدق عليا. بلاش غلبة وتعالى ورايا. حاضر يا باشا. وحياتك هات لنا 2 كيلو كمان، عشان الزهر دول مش هتكفوا. ربنا يخليك لينا يا باشا. انت قلت لي بتاخد مرتب 800 جنيه؟ ايوه يا باشا. يعني انت بتقبض مرتبك اول الشهر ويا دوب تنزل تفطر وخلصت. ايوه يا باشا. طب يا دي انت مش انا مدي لك نمره تليفوني وقلت لك لو تعوز حاجه بكلمني؟ بصراحه اتكسفت يا باشا. انت بتشيل كام كيلو دلوقتي يا طهام؟ 185 كيلو يا باشا. بس؟ انا اعرف ان انت كنت بتعدل 200 كيلو. زي ما انت شايف يا باشا، صحتي ما بقتش زي زمان وكل مدى في النازل.
أنا تعبان يا باشا. أمروها أنت. كل يا تهاني. تهاني أنا عايزك تسيب الشغلانة بتاعت الجيم اللي مش جايبة تمنها دي. بتاعت الشغل معايا. أنا خدامك يا باشا. تاخد نيفة؟ أنا بس مش عايز أكلفك يا باشا. يعني هي جت على النيفة؟ 2 كيلو نيفة تاني وحياتك. كل يا تهاني كل. أنا عايزك بقى بعد ما تاكل تحكي لي على كل مشاكل. ولما انت بتنيل وبتحبها قوي بترمي لها الدبله في وشها ليه وتسيبها؟ انت حمار يالا؟ ما كانش قدامي حل تاني غير كده. ما كنتش عايز اربط مستقبلها بواحد فاشل ملوش مستقبل زي حالاتي. ده انت كئيب. هي ابوها بيشتغل ايه؟ في السيرك. بيشتغل ايه في السيرك؟ مروض اسود. ايه؟ مروض اسود. مروض اسود، يسعى المرة منك يروح لسعى كرباك يكومك. وهي بتشتغل ايه؟ مروضة اسود. يا نهار اسود، ده انت هتتلسع من كل حتة. اسمها ايه؟ نوسة يا باشا. نوسة. البنت دي خطيبتك وهتجوزها في اقل من شهر. بجد؟ يا ريت يا باشا. بس لازم نصلح الاول الهباب اللي انت حبيبته ده. نصلحه؟ بس ازاي يا باشا؟ ناجي عطا الله عميد سابق في الجيش وملحق في الخارجيه سابقا برضه. اهلا يا فندم. اهلا بيك. اتفضل سعادتك. اتفضل حضرتك. اتفضل اتفضل. ايه يا اد مالك واقف زلابه كده ليه؟ اقعد اقعد يا تهاني، اقعد ما تتكسفش، اقعد. شوف ابو نوسه، الواد ده بيحب نوسه ونوسه بتحبه، واحنا جايين عشان نحط النقط فوق الحروف. بس يا ناجي بيه الحب مش كفايه. ما انا عارف، ما هو اصل مش معقول كمان الواد ده يتقدم كده فرداني لبنات الناس من غير ما يرجع لي، ما انا زي ابوه انا اللي مربيه. ما هو اصل يا ناجي باشا اخرس خالص. اخرس. ايوه بنوسة. شوف يا ناجي بيه، توامل لما دخل من الباب وطلب البنت قلنا له اهلا وسهلا، وقال انه هيعمل وهيسوي ولا عمل ولا سوى، وفي الاخر كمان عايز يقعد البنت من شغلها، يعني اللي عايز يرحم ولا يسيب رحمه ربنا تنزل. بكلمنا انا يا ابو موسى، سيبك منه ده وضع عبيط اهبل. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. شقته موجوده في عمارات العبور، انا عملت له تنازل عنها، يعني دلوقتي الشقه باسمه. ربنا ما يحرمني منك. يخلص خالص. ودي الشبكه يا ابو موسى. المهر بقى ادونا فرصة شوية.